حبايبي طلبة وطلبات صف الأول الإعدادي، رجعنا لكم مرة تانية مع تكملة امتحانات ملحق المعاصر، والنهاردة معادنا مع المحافظة الرابعة وهي محافظة القليوبية إدارة بنها. تعال نسمع الليسنينج الأول عشان نحل إن شاء الله. نمبر 1 بيقول لي Sarah is a story of an orphan girl. She goes to live with her grandfather in England. Her grandfather has lots of goats. طبعا الشكل ما سمعنا كده بيقول لي the story of Sarah is about a girl. طبعا قلنا an orphan girl يعني بنت يتيمة. اللي بعدها بيقول لي Sarah's grandfather lives in. طبعا الشكل ما سمعنا هي lives in England. اللي بعدها بيقول لي Sarah goes to live with her. طبعا راحت عشان تعيش مع grandfather يعني جدها. The next بيقول لي Sarah's grandfather يعني جد سارة has a lot of، يعني جد سارة عنده كتير من ايه؟ طبعا هو قال لي goats المعيز. طب تعال نشوف السؤال الديالوج. بيقول لي احمد talking to عمر. احمد says where did you spend your summer holiday؟ بيقول له انت قضيت اجازه الصيف فين؟ فقال له I went to. طب هنعرف منين؟ قال له great. ايه did you go with؟ قال له I went with my family. طب بيقول لي how did you eat to Alexandria؟ يبقى هنا عرفنا ان هو راح اسكندريه. يبقى اذا هقول له I went to Alexandria يعني انا رحت اسكندريه. تاني I went to Alexandria يعني انا رحت اسكندريه. قال له great. ايه did you go there؟ لازم اشوف الاجابه عشان اعرف السؤال هسال عن ايه. قال له انا رحت مع اسرتي. يبقى المفروض كان بيساله يقول له رحت مع مين. يبقى who did you go with؟ قال له I went with my family. قال له how did you eat to Alexandria؟ قال له we went by train يعني احنا رحنا بالقطار. طيب الفعل هنا تحت went، اذا هيطلع مع did go. فيبقى how did you go to Alexandria؟ قال له we went by train. قال له where did you eat there؟ قال له in a hotel. طبعا قال له في فندق. يبقى اكيد كان بيقول له اين ايه؟ يبقى اكيد اين مكست، اين قعدت، قعدت فين يعني. فاذا هقول له where did you stay؟ where did you stay there؟ قال له in a hotel. قال له did you enjoy your time there؟ هو انت استمتعت بوقتك هناك؟ اكيد اللي هقول له yes of course يعني نعم بالطبع، or yes sure نعم بالتأكيد، او yes I did اي حاجة من الكلام ده هكون الاجابة صح. تعال نشوف يلا القطة بتاعتنا. بيقول لي مستر علي is a teacher in Cairo. مستر علي ده مدرس في القاهرة. he teaches English، بيدرس انجليزي. on Monday يوم الاثنين، Tuesday and Wednesday يعني يوم الاثنين ويوم الثلاث وكمان يوم الاربعاء. he makes himself a sandwich for lunch. بيعمل لنفسه سندوتش على الغداء. he eats it in the school. بياكله في المدرسة. on Thursday يعني في يوم الخميس. Friday في يوم الجمعة. and Saturday ويوم السبت. he usually stays home. بيقعد فين؟ في البيت. his wife makes him his favorite lunch. يعني زوجته بتعمل له الغداء المفضل عنده. chicken and potatoes. بتعمل له فراخ وكمان بتعمل له بطاطس. yesterday trained. الدنيا مطرت امبارح. lot كتير. the weather is sometimes rainy in winter. يعني الجو بيبقى احيانا ممطر في الشتاء in Cairo. مصر علي didn't want to stay home. ما كانش عايز يقعد في البيت. so he went to a restaurant. راح المطعم near the school جنب المدرسة. he loves the food there. يعني بيحب الاكل اللي هناك. the cook makes it all himself. يعني الطباخ بيعمله كله بنفسه. يبقى لو شفت ايه دي هلاقيه عايد على ايه؟ اكيد عايد على الفود. تعالى كده نشوف السؤال الاولاني. بيقول what does Mr. Ali usually do twice a week؟ يعني بيعمل ايه مرتين في الاسبوع؟ طبعا هو هنا المفروض يقول لي 3 times، او هنا ينقص لي يوم عشان اقول في الاجابه he makes himself a sandwich. يعني هو بيعمل لنفسه ساندوتش. اللي بعدها بيقول لي give a suitable title for the passage. يعني اديني عنوان مناسب للقطعة. طبعا هنا قلنا اي عنوان ملائم للقطعة ممكن هيحسبوا لي صح ان شاء الله. يعني ممكن اقول مستر علي the English teacher. يعني مستر علي مدرس الانجليزي. تاني مستر علي the English teacher. يعني مستر علي مدرس الانجليزي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي do you think مستر علي will go to this restaurant again؟ يعني هل تعتقد ان مستر علي هيروح المطعم ده مرة تانية؟ طبعا اكيد هقول yes نعم because he loves لانه بيحب the food الطعام there بيحب الطعام هناك. طب تعال نشوف. بيقول لي the underlined word near is the opposite of. خلي بالك هو هنا مش بيطلب المعنى. opposite يعني العكس او المقابل. يبقى اذا لما يقول لي near، near معناها قريب يبقى عكسها far، وfar معناها بعيد. The weather يعني الطقس is sometimes ايه in winter in Cairo. يعني بيقول الطقس احيانا ايه في مصر. طبعا الشكل ما قال لي هنا rainy. rainy. اللي بعدها بيقول لي the underlined pronoun it refers to. طبعا لو شفنا هنا it عايد على ايه هلاقيها عايدة على the food على الطعام. لان بيقول لي
The cook makes it all himself، يعني الطباخ بيعمله كله بنفسه. تعال نشوف يلا الاختيارات بتاعتنا. يقول your brother is your parents، يعني اخوك ده يقرب ايه لمامتك وباباك، اكيد son يعني ابنهم. اللي بعدها بيقول is at the top of the house، يعني في قمه البيت، ودي بسميها الاتيك، الصندره او الغرفه العلويه. نمبر 3 بيقول هدى's grandmother is very kind، she loves it so much، طبعا بيقول لي ان جدتي هدى ديت طيبه وبتحبها جدا. طب يبقى عايز ضمير مفعول عايد على هدى اللي هو her. اللي بعدها بيقول I arrived in Spain last week، قلنا حبيبي arrive لو جارها بلد يبقى على طول هجيب حرف الجر ان. اللي بعدها بيقول رانيا، البنت رانيا دي is a top A in Cairo، طبعا قلنا top gymnast، gymnast يعني لاعبة جمباز. اللي بعدها بيقول he is very busy he take any holiday، طبعا بيقول لي ان هو مشغول يبقى he can't take any holiday، مش قادره تاخد اي اجازه. نمبر 7 بيقول لي we can make a video call with your cousins in England، طبعا we can make بمعنى يصنع او يعمل مكالمه تليفون. تعال نشوف نمبر 8 بيقول I'd like to take a selfie in front of the river، طبعا هنا ياخذ صوره سيلفي اسمها take a selfie. اللي بعدها بيقول it's a good idea، يعني هي فكره جيده، to eat between 2 or 4 a of fruit، طبعا احنا قلنا ناكل قطعتين او ثلاثه، والقطعه اسمها piece يبقى pieces of fruit a day. اللي بعدها بيقول is a word or numbers you use to go onto a website، طبعا هي الارقام او الكلمات اللي انت بتستخدمها عشان تخش على الموقع، دي بسميها الباسورد اللي هي كلمه المرور. تعال نشوف الاخطاء كده. بيقول I have got one brother but I have got any sisters، طبعا يا حبيبي any ما بيجيش في الجمله المنفيه، فبالتالي هقول I haven't got، تاني I haven't got، ما ينفعش اقول I have got any. اللي بعدها بيقول it doesn't tell، انا حبيبي الجمله في النهي بتبدا بdon't ما بتبداش بdoesn't، فالمفروض اقول don't tell people your personal information. نمبر 3 بيقول there are some milk in the fridge but there is not any juice، طبعا هنا الملك هشوف الملك هلاقي اسم لا يعد، والاسم الذي لا يعد بيعمل معاملة المفرد، فبالتالي هقول there is، اوعى تقول there are. اللي بعدها بقول I don't like this tea، يعني انا ما بحبش الشاي ده، there is too many sugar، هقول sugar ده اسم لا يعد، فبالتالي ياخد much ما ياخدش many. طبعا هنا بيقول لي في الباراجراف your family، اتكلم عن اسرتك. طبعا ببدا بجمله عامه وهي I like my family، يعني I like my family يعني انا بحب أسرتي جدا. خلاص هبدأ أتكلم عن my father، يعني أقول my father، هبدأ أدي الوظيفة بتاع بابا، يعني أقول my father is a doctor، هكتب عن بابا ثلاث جمل بالظبط، my father is a doctor or a teacher or any job أو أي وظيفة، وبعدين ببدأ أقول عنده كام سنة، he is 50 أي سنة years old، وبعدين أقول وصف لي he is tall he is short he likes his job. هبدأ أتكلم عن ماما بنفس الموضوع، يعني هبدأ أقول my mother، يعني my mother ماما، وأبدأ أقول ماما دي خلاص بتشتغل إيه، my mother is a teacher يعني ماما مدرسة، هبدأ أقول عندها كم سنة، بتحب إيه ما بتحبش إيه. هبدأ بعد كده أقول I have got يعني أنا عندي، خلاص وأبدأ أقول عدد الإخوات صبيان وعدد إخوات البنات اللي عندي، يعني ممكن أقول I have got two sisters يعني أنا عندي أختين بنات and one brother يعني one brother وأخ واحد. طيب حاسكوا كده؟ قال لي لا طبعا، هبدأ أتكلم عنهم، يعني أقول my sister is called كذا، أختي اسمها كذا، خلاص أو my sisters are called كذا and كذا، they are، وابدا اقول اساميهم هنا اند هدى، هنا از، وابدا اقول السن بتاعهم كام، يبقى كده هبدا اتكلم عن اخو. نفس الكلام هبدا اتكلم عن اخويا، وبكده يبقى انا احتويت الاسره كلها في الباراجراف بتاعي. ولاحظ ان انا لما اجي اكتب الباراجراف لازم اسيب اندنت، يعني لازم اسيب فراغ، وبعد نهايه كل جمله بحط فول ستوب وببدا الجمله الثانيه بكابيتال لتر. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك يلا بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك بقية الامتحانات ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.